تجد بعض الناس عنده مبادرة وده يصلح بينه وبين أخوه، يصلح بينه وبين صديقه، ويصلح بينه وبين جاره، لكن قال الله تعالى: ثم قست قلوبهم قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. بعض الناس عنده قلب قاسي، نسأل الله السلام والعافية، قلب قاسي ما يلين، قلب قاسي لا يعرف الرحمة، قلب قاسي. كيف يكون قلب قاسي عند أب ولده ليل نهار يسجد عند رجيلاته يقول يبا سامحني ولا يسامحه، وأم تأتيها بنته وتقول سامحيني ولا تسامحها، وأخو يطلب من أخوه يسامحه ولا يسامحه، وصديق يزور صديقه يقول سامحني أخطيت سامحني وهو لا يسامحه. أعوذ بالله من هذه القسوة. كيف تجعل في قلبك الغل والحسد والبغضاء؟ لماذا لا تلين؟ لماذا لا تفكر أخي الكريم، لماذا لا تفكر أن الله جل وعلا كرم أهل الجنة، كرم أهل الجنة؟ قال أحد السلف: ومن أراد نعيم أهل الجنة، عندما قال الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، قال: من أراد نعيم الجنة فعليه أن يطبقه في الدنيا فلا يجعل في قلبه غلا ولا حقدا على أحد من الناس. تسامح معاك سامحه، طلب منك أن تغفر له اغفر له، أراد أن يسترضيك ارضى. لماذا أنت في الحقيقة تعيش بهذه الصورة؟ ولذلك ما ذكر أخونا أبو عبد الرحمن: يؤلمني شديد الألم عندما ترى بين أقارب أو أصدقاء أو زملاء مثل هذا الأمر. طيب أنت أيها الأب تبي تعدب الولد، أدبت سنة شهر شهرين الحمد لله خلاص، الآن يقول لك آسف أنا، هو لو ما جاك، لو ما تأسف منك، لو ما رجع لك، لو ما كذا، قلنا هذه مسألة ثانية. ولذلك أقول حقيقة ما أروع أن نتذكر: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اليوم إذا حصلت أحد يريد أن يتسامح الحمد لله، اليوم إذا جيت حصلت أحد يبغى تغفر له الحمد لله، اليوم إذا وجدت أحد يريد أن يرجع إلى الأمور بمجاريها الحمد لله. أقول لبعض النساء، أقول لبعض آباء النساء: إذا جاكم زوج البنت يقول سامحوني سامحوه، إذا جاك زوجك قالك سامحيني سامحيه، إذا جاتك زوجتك يا أخي الكريم وقالتك سامحني أخطيت سامحني خلاص سامحها. ليه تهجرها مسكينة؟ ليه تأدبها؟ ليه تعاقبها؟ ليه تهجرها مسكينة؟ تحضرها في الجوال وتمنعها من الزيارة وتتركها بيت أهلها وتقطع كل وسائل التواصل؟ ليه؟ 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 ليه نعيش بهذه الطريقة ونحن أمة مسلمة؟ أنا أتعجب، ترفع الأعمال كل أثنين وخميس فيقول رب العزة: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظر هذا الزوج مع زوجته، هل مصلي؟ هل مصلية؟ نعم. هل حاج؟ وهل حاجة؟ نعم. أنظروا هذين الأخوين، أنظروا هذين الصديقين، أنظروا حتى يصطلحا. يجي قدام الرجاجيل ولا يسلم عليه، يسأل يقول: أخوي بيتكم؟ بيت أمي ماني بجاي، في المناسبة ماني بجاي، في المكان الفلاني ماني بجاي، إلى غير ذلك من الصور المأساوية. أجارنا الله وإياكم. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.